الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم تلاميذي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله سنراجع معا درس في قواعد المهنية. سنتطرق إن شاء الله إلى مدخل في الإعراب حتى أتعلم كيف أعرب. ما معنى الإعراب؟ الإعراب هو أنني أضبط أواخر الكلمات، وحتى أعرف إعراباً صحيحاً علي أولاً أن أحدد نوع الكلمة. لدينا الكلمة كما تعرفنا سابقاً، الكلمة ثلاث أنواع: إما حرف، أحسنتم، إما فعل، وإما نجد الكلمة اسم. إذا حتى أعرف الكلمة إعراباً صحيحاً علي أن أحدد نوعها. إن كانت حرف فالحرف بسيط جداً، إعراب الحرف بسيط، نعرفه حسب اسمه. إن كان حرف جر فإنني أعرفه حرف جر، إن كان حرف عطف أعرفه حرف عطف. بالنسبة للفعل هنا علي أن أحدد نوع الزمن الذي وقع فيه ذلك الفعل، ولدينا ثلاث أفعال وهو الفعل الماضي، ولدينا الفعل المضارع، ولدينا فعل الأمر، وكل فعل لديه إعراب خاص به. فالفعل الماضي يكون دائما مبنيا، الفعل المضارع يكون مرفوعا، وفعل الأمر كذلك يكون مبنيا. أو إن كانت الكلمة اسم، وهنا لدى الاسم لدينا عدة حالات. إن كان في جملة فعلية يمكن أن يكون فاعل، يستطيع أن يكون مفعول به، يستطيع أن يكون مبتدأ، خبر، صفة. هناك عدة حالات سنتطرق إليها بالتدرج إن شاء الله. لنطبق ما تعلمناه سابقا سنتطرق لإعراب هذه الجملة. لدينا هذه الجملة: تساعد البنت النشيطة في تنظيف البيت. لكي أعرب إعرابا صحيحا أبنائي علي أن أحدد أولا نوع الكلمة. فهنا أول كلمة هي تساعد، هل هي فعل أو اسم؟ تساعد فعل، أحسنتم. لماذا؟ إن اختلط علي الأمر يمكنني أن أفرق بين الاسم والفعل من خلال شيء بسيط جدا، أضيف التعريف أو التنوين. هل أستطيع أن أقول أن تساعد؟ لا. هل أستطيع أن نقول تساعد؟ لا. إذا هذه الكلمة لا تقبل التنوين ولا تقبل التعريف، إذا فهي ليست اسم. فالتعريف والتنوين يكون في الأسماء فقط، أما الأفعال فلا تقبل التنوين ولا تقبل التعريف. إذا تساعد هي فعل. إذا هذه الجملة فنقول عنها أنها جملة فعلية، أحسنتم، لأنها بدأت بفعل. الآن سنبدأ بإعراب الجملة، والإعراب يكون من خلال الجدول. في الجدول نكتب الكلمة وإعرابها. نبدأ بالكلمة الأولى: تساعد. كما سبق وأن ذكرت لكم، علي أن أحدد نوع الكلمة، هل هي حرف؟ هل هي فعل؟ هل هي اسم؟ قلنا أن كلمة تساعد هي فعل، جيد، أكتب فعل. وقلت لكم أن الإعراب معناها أنني أضبط أواخر هذه الكلمة، هذا ما يهمني، وعلي أن أذكر كذلك زمن هذا الفعل، تساعد، هل هذا الفعل أنجز أم هو في طور الإنجاز؟ تساعد، إذا هي في طور الإنجاز، فهو إذا فعل مضارع ماضيه ساعد. إذا تساعد فهي فعل مضارع، فعل مضارع. والفعل المضارع حتى أعرفه قلت دائما لكم أضبط الحركة الحرف الأخير تنتهي بضمة، والضمة تناسبها ماذا؟ الرفع. لما يكون
كلمة تنتهي بضمة معناتها إنها مرفوعة. ففعل مضارع يكون هكذا إعرابه، فعل مضارع مرفوع. وعلي أن أذكر علامة رفعه ماذا؟ ما معنى علامة؟ معناتها الدليل، ما هو دليلي على أنها هذا الفعل مرفوع؟ وعلامة رفعه ما هو الدليل على أنه مرفوع؟ الضمة الظاهرة، فهي تظهر ما لنا نراها. علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهنا أكون قد قمت بإعراب كامل وتام. فالفعل المضارع هو كل فعل يبدأ بالحروف المضارعة، اللي هي جمعناها في كلمة أليت، الألف، النون، الياء، والتاء. نستطيع أن نقول تساعد، يساعد، نساعد، أساعد. جيد، من التي تساعد؟ قلنا أن هذه الجملة فعلية، والركنان الأساسية للجملة الفعلية هما الفعل والفاعل. في كل فعل فاعل يقوم به. من التي تساعد؟ من التي تساعد في تنظيف هذا البيت؟ التي تساعد هي البنت. إذا أطرح سؤال من لكي أجد ماذا؟ الفاعل. أحسنتم. إذا البنت، البنت إذا هي من قامت بفعل المساعدة فتسمى فاعل، والفاعل يكون اسم في الجملة الفعلية. إذا البنت أعدها هكذا فاعل، والفاعل كما ذكرت لكم سابقا يكون دائما مرفوع. فاعل مرفوع. ونكمل، وعلامة رفعه، وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة الظاهرة، أي أنني أراها. الضمة الظاهرة على آخره. جيد، نقول قد انهيت من الكلمة الثانية، ننتقل الآن للكلمة الثالثة. تساعد البنت النشيطة، وأتمنى أن تكون كل من يشاهد هذا الفيديو نشيط حتى يستوعب وينجح في دراسته إن شاء الله. إذا البنت النشيطة، البنت هي الفاعل، والفاعل كما أخبرتكم هو اسم. النشيطة كذلك، ماذا يفعلون لنا هنا؟ هم يصفون لنا هذه البنت كيف هي؟ يصفون لنا أنها بنت نشيطة. انظروا، والصفة كما أخبرتكم في الدرس سابقا، الصفة دائما تتبع الموصوف. البنت هنا نجد أن الكلمة معرفة، الصفة كذلك معرفة، هنا مرفوعة، مرفوعة. إذا الصفة تتبع الموصوف في كل شيء، إن كانت في مذكرة تكون مذكرة، إن كانت في مثنى تكون مثنى، إن كانت في المفرد تكون في المفرد، إذا في كل الحالات وحتى في الحركة الإعرابية. إذا هنا النشيطة تعرف، النشيطة تعرف صفة. أحسنتم، صفة مرفوعة. صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخره. ثم ننتقل للكلمة الثانية، في. ما نوع هذه الكلمة؟ هل هي اسم؟ هل هي حرف؟ أم هل هي فعل؟ في هي حرف. ما نوع هذا الحرف؟ هو حرف جر. أحسنتم. إذا حرف جر، كما قلت لكم سابقا أن إعراب الحروف بسيط جدا، يعرب حسب الاسم تاعه. إذا في حرف جر فأعربه حرف جر وانتهى. بعد كل حرف جر ماذا نجد دائما؟ ماذا يأتي بعد حرف الجر؟
تذكروا؟ بعد كل حرف جر يأتي اسم مجرور. إذا الكلمة التي تأتي بعد حرف الجر، ضيفي، إذا هي اسم مجرور. مجرور بماذا؟ اسم مجرور ب، إذا كان جر كلمة تنظيف هي في، فنكتب اسم مجرور ب في، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. هنا يكون إعرابي إعرابا كاملا وتاما. في تنظيف ماذا؟ تنظيف البيت. هنا لدينا اسم قبل الكلمة الأخيرة، والبيت هي اسم لشيء. تذكروا معي، قلت لكم إن كان اسم أمام اسم، والاسم الأول يكون نكرة، والاسم الذي بعده معرف ومجرور. ماذا يعرب؟ يعرب مضاف إليه. إذا ماذا يجب علي أن أضيف لاسم المجرور تنظيف؟ أحسنتم، وهو مضاف. فأعرب كلمة البيت تعرب، البيت تعرب، أحسنتم، مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ننتقل للجملة الثانية. القسم واسع. أعيد وأكرر لكي أعرف أي جملة علي أن أحدد نوعها. لماذا بدأت؟ بدأت باسم. إذا هي الجملة التي تبدأ باسم هي جملة اسمية. والركن الأساسي للجملة الاسمية هما ماذا؟ المبتدأ والخبر. القسم، إذا الكلمة الأولى هي القسم، ابتدأنا بها القسم، ابتدأنا بها الجملة، إذا فتعرب مبتدأ، والمبتدأ يكون مبتدأ مرفوع، يكون دائما مرفوعا، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. العلامة قلت لكم سابقا كما شرحت لكم، العلامة معناتها الشيء الذي يدل على أنها مرفوع، إذا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الدليل على أنها مرفوعة هو أنها الحرف الأخير لدي فيه ضمة، والضمة تناسبها الرفع. القسم، يا ترى هذا القسم ما به؟ هذا القسم، إذا يخبرون في هذه الجملة أن هذا القسم واسع، إذا واسع خبر، واسع خبر، والخبر يكون كذلك مرفوع، فتعرب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وبهذا تلاميذي الأعزاء نكون قد أنهينا مراجعة، وأتمنى أن تكون في صحة جيدة. انتبهوا لصحتكم وراجعوا دروسكم، وإلى الملتقى إن شاء الله.